السلام عليكم الخوت، صباح الخير عليكم، تحياتي لكم كاملين. اليوم فلوق جديد، ناس جداد، سوق صداد جديد من بعد عيد الأضحى وفي زمن كورونا. الله يذهب علينا هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله. احنا يا الخوت كيف ما كتشوفوا سوق صداد تغير بزاف في هذا كورونا، خصوصا من بعد عيد الأضحى. هانتوما إن شاء الله غادي نتفرجوا في الفلوق، وخا تفاعل نقص هاد الأيام أنا غادي نبقى ندير الفلوقات ديالي عادي، وخا يبقاو غير جوج متبعيني غيبقاو ديما الفلوقات. فرجة ممتعة للجميع، والسلام عليكم ونهاركم مبروك. نسيت أهم حاجة، أحلى ديديكاس من سطات لجميع المتبعين ديال لاشين ديالي أشرف قيصر، من سطات للعالم كامل، للمغرب، الناس المغرب، للجالية المقيمة بالخارج. أحلى ديديكاس لكم كاملين الخوت، والسلام عليكم. ديركم أمتك وبقى في دارك وحدي وليداتك، والله يسهل. السلام عليكم خوت، صباح الخير. وقعت واحد الكارثه اليوم، واحد السيد مسكين ديزو ردحو واحد العود. المهم الخوت، اي واحد جا للسوق ما تيقش في اي عود دوز من وراه، ديما عرف راسك اش كدير واش من عود كدور عليه، واش من عود كدور حداه، من الاحسن ما تيق في حتى شي عود، ديما حداو راسكم. هو داك الشيء اللي ما بغيناش حنا، وقعنا فيه. يا مسكينه جي يدي. السلام الجميع، الله يشافيه مسكين. عدمو ضربوا شي عودة دا الولي؟ ضربوا واحد العودة الفخدو مسكين، ودريويش هذا الراجل الله يعمر هذا. لا دريويش ولا وليدات، وحكم عليه الله. وعبد علي واش انا واحد سلال الحليبية. الله كيجاب الست. اش عطاكم؟ عطانا 103. تحية الروبيو. هاني. شتاكم في البرقي؟ مضونا هذي سبالة بدل تبارك الله. رموز صويتا اوكي المليحة. المهم الخوت، سوق خاوة البركة اللي كاينة راه هي كاين المليح، انت معروف بالمليح. واش عطاوك في جدة؟ راه كاينين واحد ثلاثة العجول الوان. الله يسهل. واحد العود مليح دخل.
جبد منا شويه ماسير الباص اللي كضرب اي بلاصه كضرب هكاك تحية السي شعيب ثمن ديرها شحال غالية بزاف اللي بغا واحد وحده راه كدير 10 درهم ولا شنو بيه كاميون أولي مليح هاد الصباح دخل أي شتيها حيت دابا راه كاين دابا كاين اللي كتجي الفراد غالي على صحته وعادينا وي تساهل هادشي عادينا حاجة عادا كل ديال الآخر راه دابا اللي كان عادي عقر منك ليه أنا دابا العاب هذا شخصيا علاش يقوم يكون قدو تلقى هادي شي كليوم هذه الهضره ديال الرجال ها والفرد داك يكونوا باقي على فين زيد قدام زيد قدام شو كيدير الرجل ديال العاديه راه كاع اللي طايحه في البنت راه ما كاينش اللي كيعذب النار هو الوحيد القهار هذيك الركبه اللي كانت اللي مشيتي تحور ديال العاديه في السات من هنا هذا اليوم الصباح عندنا شريف راه فيها واحد زيد محل ديال محري ودي الدري صغير كيتسمى بلا كريم الا بقى هذا الماد مركبيه كنعود نزيدو هذا كما يردح هذا بحال هاد الماركة كما تردح هاد الدراري كيردحو هادوك ديال 60,000 40,000 30,000 الله يصلحو المولاه وبحال هاد الماركة سي دريس كما تردح بحال هاد الماركة هذا عاود ديال دار مخزن عاود زين زين والسوق ما داير والو عاود زين الله يصلحو المولاه عاود ملاكي عاود ملاكي ملاكي وصافي الحي صافي سمع عاود نقي ها كاين اللي كتكون فيه 360 هذيك شي بلاد نخليها لك الوليد جيب الشاطي جيب الشاطي بيعها وجيب شري هذا العود انا بغيتي تفنن يا غاد غادا تديك على الموت اللهم دوزها وقرضها صافي شو الدهم كيدير انت شو الراس فين الودن فين هذا هو الغزال الله يحفظك يا ودي العام كيدير عبد العم الحاج لاباس بخير هنا مصور كيدير تبارك الله تبارك الله الله يصلحك الله يصلح المولى عاودها مالكي عليك الله مليح هو الخيل اللي كانوا بكري العود ملي كيقعد الجوقه كتفرتك الحاج دا كيدير سطات هاد العوله تبارك الله عاود ملك واش عطاوك فيه؟ عطاوني خويا 700 عطاوني 140 خويا بشير الصراحه شوف الوقت عيانا محنا على كل شيء حميد السي دريس السلام عليكم يا ريس العودة إلى الصوت العودة إلى الصوت حميد عندنا حميد حنا حميد واحد اللي كاين هو حميد ودر حاله الله يحفظك عودة أبو دريس الله يرحمه الله يحفظك الله يحفظك الله يرحم الحاجة الله يرحم فرحان ويجعل البركة في الدراري يا رب العالمين يخطيهم على بعضياتهم كي داز عندك العيد باها وداك الشيء زوين كلشي داز واكل شارب حميد راه حلقنا بالغلمي مزيان يا اللي قاعد الدرويش هاد العام وقاعد الكسير كنا الغلمي كرة حالته بو حاله ايوا مولي البقرة كانوا دق مولي البقرة كانوا دق مولي البقرة ضروا بزاف اه
مولاي وقالك على الضحك مزيان ومولاي الحولي راه ربي اللي قاعد مرة ما قعداتهم وانا راه تما شحال هادي من عام وياكلوا على تما مولاي الحول مولاي الحولي قعدهم الله قاعد يتعذب الله اللي نصرهم الله يسخر لي ومن نضرب ربي راه كبير ايوا مولاي الحولي راه تما خاسرين الالف راه غير المخاله 25 مليون والشمر والشعير راه 120 راهم يدعموا فينا كل عام كل نهار يزيدوا 100 السوق سهلة احنا غادي ان شاء الله لوجهة الدار البيضاء نتمنى من الله السلامة ولا جاك واسماعيل وتحية لاسماعيل ومصطفى ديال خريف كاب ايوا الخوت السوق سهلة وحنا راجعين انتوما كتشوفوا انتوما تحية للسي عبد الستار الزراوي الله يحفظك امين امين الله يحفظك السي عبد الستار الزراوي فرسان ماهر بيدرو الزراوي الله يسهل عليكم نسالكم الدعاء انتم شو الاجواء كيفاش كدوز السلام عليكم الى فلوق اخر وما تنساوش جيم وابوني وبارطاجي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته